أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن انطلاق برنامج التهيئة الشامل لأصحاب السعادة النواب في الفصل التشريعي السادس غدا، بهدف دعم النواب للقيام بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه. وأكدت الأمانة العامة أن العمل على إيجاد برامج نوعية متكاملة لدعم أصحاب السعادة النواب يمثل ركيزة أساسية وأولوية دائمة لدى الأمانة العامة للمجلس، بهدف تسخير الجهود والإمكانيات لدعم العمل التشريعي والبرلماني لأعضاء المجلس وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.